صباح الخير احبائي واعزائي، وكل عام وانتم بخير مع قناتكم قناه الملك والامير. ان كنت اول مره تشوفنا وان عجبك الفيديو ارجو الاشتراك في القناه. حقيقي نقول باسم الاب والابن والروح القدس الان وحدانيه، ماساه لاسره عبده خلا يعتصرها الحزن ويتلقيها الدموع، والنساء ارتشح بالسواد بقريه اولاد الياس. أسرة عبد خلة مأساة يعتصرها الحزن وتلفها الدموع، والنساء تتشح بالسواد بقرية أولاد إلياس في مشهد يفيض بالألم والأسف. استقبلت قرية أولاد إلياس صدمة جديدة برحيل الشاب النبيل بشوي عبد خلة. لم يكن رحيله مجرد وفاة عادية، بل جاء كحلقة جديدة في سلسلة من المآسي التي ألمت بهذه العائلة المكلومة. ظهر في بستان المسيح، فقد عانت أسرة عبد خلة من فقدان الأم وتبعها الابن البكر مينا، والآن جاء الدور على آخر أفراد العائلة بشوي الذي انضم إلى قافلة الموتى، تاركا وراءه القرية تعاني من وطأة الحزن والألم. حقيقة أسرة عبد خلة كانت بأوجاع الناس وألمهم، حيث لم تكن قرية أولاد إلياس لتحتمل فقدان فرد واحد دون أن تتبع ذلك مأساة أخرى. بدأت المحنة برحيل الأم نجوى شنودة التي كانت دعامة الأسرة وسبب عطائها، لكن القدر لم يمنحهم فرصة للتعافي. إذ جاء الخبر الحزين بوفاة الأب عبد خلة الذي غادر الحياة قبل أن يستوعب فراق زوجته، ثم جاءت الصدمة الكبرى بوفاة الابن مينا الذي ترك وراءه طفلا صغيرا لم يرى من الحياة سوى أن يكون يتيما. ومع ذلك لم تتوقف المآسي أبدا، لم تتوقف الحزن، لم تتوقف الألام، بل استمرت لتثقل كاهل الشاب بشوي الذي لم يحتمل الوحدة، ورحل هو الآخر ليطفئ آخر شعلة في هذا المنزل الذي فقد كل أسرته. كان بشوي يمثل الأمل الأخير لعائلته المكلومة، حيث كان يسعى نحو مستقبل مشرق يحمل ذكريات أسرته ويسعى لإعادة بناء ما تهدم، لكنه لم يكن يدرك أن الأقدار كانت تخبئ له نهاية مغايرة. كان يحمل قلبا طيبا وابتسامة لا تفارق وجهه، لكن الموت لم يرحم شبابه أو أحلامه، فأخذه في لحظة غفلة تاركا وراءه حزنا لا يحتمل. وأيضا معنا فيديو آخر بالفيديو بالصور، البير الأحمر في سوهاج يعتبر رمزا لعظمة العالم القبطية. بالصور الدير الأحمر في سوهاج يعتبر رمزا لعظمة المعالم القبطية. محافظة سوهاج تعتبر واحدة من المحافظات المصرية الغنية بالآثار التي تعود إلى عصور مختلفة، حيث يزور العديد من السياح من مختلف دول العالم هذه المواقع لما تحمله من تاريخ عريق موثق في الكتب. ويعتبر الدير الأحمر في محافظة سوهاج من أبرز الوجهات السياحية، وهو واحد من أهم الأديرة في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية. تأسس هذا الدير في بداية القرن الرابع الميلادي على يد الربان الأنبا بيجول والأنبا شنودة، حيث عاش في الصحراء التي يقع فيها الدير الأحمر اليوم، والذي بني وفق النظام الباخومي ويضم حوالي 30 راهبا. يقع الدير على بعد حوالي 21 كيلومتر غرب مدينة سوهاج، ويعتبر من أبرز الأديرة التي أقيمت في العصور المسيحية المبكرة على يد الأنبا بشاي في أوائل القرن الرابع الميلادي. تأسس الدير الأحمر وكمادة أساسية في بنائه قد استخدم الطوب الأحمر، مما أدى إلى تسميته بالدير الأحمر. تعرض الدير لحريقين، الأول خلال فترة الحكم الروماني، والثاني نتيجة هجمات البربر، ولم يتبقى منه سوى الكنيسة والحصن الموجود في الجهة الجنوبية من الكنيسة، كما توجد بقايا
معمارية إلى الشمال من الكنيسة يعتقد أنها تعود لمدينة صناعية. الكنيسة الرئيسية هي الدير، هي كنيسة الأنبا بيجول والأنبا بيشاي، وهي عبارة عن مساحة مستطيلة مقسمة إلى صحن يتكون من 3 أجنحة. بالإضافة إلى ذلك هناك كنيسة القديسة العذراء مريم الأثرية، وكنيسة القديس الأنبا كاراس السائح، وكنيسة الأنبا بيجول والأنبا بيشاي المعروفة بكنيسة الربان، وكنيسة الشهيد أبس خريون القليني، وكنيسة القديسين ماكسيموس ودوماديوس. وفي الركن الجنوب الغربي توجد كنيسة ملحقة تعرف باسم السيدة العذراء، بالإضافة إلى حصن يعتقد أنه يعود إلى عصر الإمبراطورة هيلانا. يتكون هذا الحصن من مبنى مرتفع تقريبا، وعادة ما يحتوي على مجموعة من الوحدات التي تتيح للربان العيش لفترات طويلة بداخله، بما بذلك الكنيسة والقلالي والمخازن ومصادر المياه. وقد رسم هيكل الكنيسة الدير الأحمر 4 مرات في أواخر القرن 5 و 6 عندما كانت مصر جزءا من الإمبراطورية البيزنطية. رحمنا الله من هذا الحديث وهذه الأقاويل التي تشيع دائما بالهزل وتشيع الحزن والألم، ونطلب من الله أن يرفع عنا الغلاء والوباء ويرفع عنا كل حب وكل صدق ليرفعها إلى السماء حتى تصل إليه ويكون الصدق بيننا جميعا. ونطلب من الله أن يرفع صلاتنا إليه وتكون مقبولة، ونطلب من الله أن يحافظ على رئيسنا الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي، وبصلوات غض القداسة البابا تودروس بابا وبطريرك الكرازة المركوسية. كل الشكر وكل الحب وكل التقدير ليكم، وأتمنى لكم كل خير وسعادة، وصباحكم جميل إن كان لكم صباح، ومساءكم جميل إن كان لكم مساء في هذا التوقيت. شكرا لكم أحبائي، لا تنسوا اشتراككم بالقناة قناة الملكة والأمير، مع كل حبي واحترامي واعتزازي لكم جميعا. ونطلب من الله جميعا أن يحفظنا جميعا كشعب واحد، الشعب المصري مسلم ومسيحي ومسيحي ومسلم. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، لا تنسوا اشتراككم ودعمكم بالقناة، مع كل حبي وتقديري لكم. سلام الرب يكون معكم آمين، سلام الرب يكون معكم آمين. امضوا بسلام، وسلام الرب يكون معكم آمين.